ايه ده؟ سم. سم؟ ايوه دي كل حاجة يا عايدة. أنا غلطت، عملت كل حاجة شر، حسيت إن أنا مش متقدر في الشركة. بعد ما شقيت وتعبت شلت الشغل كله على كتافي، سبت الشيطان يلعب بيا وأذيت أهلي وناسي. والله العظيم ما كان قصدي ولا يهمك يا شوقي، احنا كلنا بنغلط، بس انا عايز اعرف انت ليه جيت قلت لي؟ انت كنت ممكن جدا ما تطوعش اسماعيل وبرضه ما تقوليش. لو ما كنتش طوعت اسماعيل كان هيدور على حد عشان ينفذ، وانا واجبي اني اخليكي تاخدي بالك. ومهما ما حصل بينا ما توصلش لحد الموت يا عايده، سامحيني. أنا يوم ما قلت لفاطمة إن جوزك طيب وغلبان أنا كنت عارفة يا شوقي أنا بقول إيه. أنا مسامحك يا شوقي.